يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن إبليس لم يكفر لأنه يقول ربي ويقول وبعزتك، فهو معترف بالعزة لله وبالربوبية، معترف بتوحيد الربوبية. أبو جهل وأبو لهب يعترفون بتوحيد الربوبية وهم كفار وفي قعر النار لأنهم جحدوا توحيد الألوهية. وإبليس أبى أن يمتثل أمر ربه، أبى أن يمتثل أمر ربه، عصى ربه واستكبر، أبى واستكبر، كان من الكافرين. فلا يكفي توحيد الربوبية أو يقول ربي أو يقول بعزته، ما يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانوا بعد يقولون إبليس مسلم، هذه مصيبة، هذه مصيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة العبد، هذه حجة عليهم أن توحيد الربوبية لا يكفي. نعم.